اليوم هي أول وحدة تدريبية للمنتخب الوطني، متواجدين اليوم معنا تقريبا 23 لاعب على أمل أنه يلتحق يوم غد أمير العماري، وأيضا إن شاء الله يعني ظهرا سيلتحق أيمن حسين، وبالتالي يكون عدد لاعبينا 25 هو العدد المقرر لمباراتي فلسطين وكوريا الجنوبية إن شاء الله. لحد الآن يعني عدد اللاعبين مثل ما قلت لكم 25 لاعب، يعني ربما كل مباراة لها ظروفها، يعني بس مباراة فلسطين ستكون فقط ب 25 لاعب. مباراة كوريا القادمة تبقى الأمور راجعة للجهاز الفني، يعني لا سمح الله ما تعرف إنه شنو حيحصل لنا في مباراة فلسطين، لأن يعني دائما أكو مرونة في عملية الاختيارات، تبقى فترة 5 أيام هي يعني تكون مفتوحة فيها القائمة لإضافة أي لاعب آخر، فيشوف هذا الأمر يعني استباقي حاليا ما ممكن نتحدث عنه. إذا يعني أكد لك 25 لاعب حيكونون في مباراة فلسطين الأولى. 25 لاعب مثل ما تشوف أيضا اليوم جميع اللاعبين المحترفين التحقوا معانا، طبعا كان اكو إجراء استباقي في وقت سابق من قبل إدارة المنتخب الوطني أنه بسبب الأحداث المنطقة الإقليمية وعدم وصول اللاعبين إلى البصرة بطريقة مباشرة عبر الخطوط الجوية، بالتالي يعني الإجراء كان على وجه السرعة أنه تكون محطة وصول اللاعبين إلى دولة الكويت، ومن خلال دولة الكويت عن طريق البري يصلون إلى البصرة كما حدث اليوم بوصول ريبين ولوكاس وبقية اللاعبين المحترفين. أيمن حسين يعني هو إن شاء الله يكون متواجد معنا مع المنتخب الوطني، موضوع اشتراكه هذا أمر فني يبقى راجع للجهاز، يعني هو الضوء الأخضر من ناحية استلامه. أنا أعتقد ما تم تداوله وطرحه في وسائل الإعلام يوم أمس يعني كان يفتقد إلى الصحة بشكل كبير، لأنه كان الأمر قبل أن يخضع أيمن حسين للفحوصات الأخيرة، الموضوع اللي كان عندنا أنه فحوصات عامة وسيكون متواجد مع المنتخب الوطني، وهذا اللي ممكن أنه تأخذ أنه أيمن سيكون موجود معنا. لا هي كانت موجود، كانت الفحوصات موجودة، لكن لم يكن هناك تحذير أنه أيمن سيغيب عن المبارتين أو أن النادي سيمنع اللاعب. أعتقد دائما الإجراءات اللي تخص النادي بالخطاب مع الاتحاد العراقي تكون هي في غاية السرية، أن يكون هناك تقرير طبي كما حدث مثلا مع علي الحمادي، كان هناك تقرير وخاص بالحديث ما بين النادي والاتحاد العراقي. بالنسبة لأيمن يعني أنا معلوماتي العامة كانت أنه أيمن سيكون متواجد في المبارتين، يبقى موضوع اشتراكه أو الدقائق المعدودة اللي يلعبها هي راجعة للجهاز الفني، وأكيد هناك أيضا مفاوضات ما قبل الجهاز الطبي اللي تابع المنتخبنا، وأيضا أكاديمية السبيتار، وأيضا الجهاز الطبي اللي خاص بنادي أيمن حسين نادي الخور. تحية للجميع. الحقيقة اجتماع اليوم أنا أعتبره واحد من الاجتماعات المهمة جدا، لأن تتعلق بإعادة تأهيل وتطوير ملاعبنا بما يتواسب والمواصفات العالمية. لذلك بعد القرار اللي صدر من مجلس الوزراء وبتخصيص الملاعب إلى الأندية، يمكن صدر شوف أنتم تعرفون من قبل تقريبا سنة من الآن. طبعا كل الشكر والتقدير إلى أخي السيد دولة رئيس الوزراء الأخ العزيز محمد الشياع السوداني ولكل الأخوة في الحكومة على دعمهم الكبير إن في إنجاح هذا المشروع. شكرا لأخي معالي وزير الشباب والرياضة على تعاونه الكبير فيما يخص إنجاح هذا المشروع الوطني الكبير. لذلك بعد ما تخصصت الملاعب إلى الأندية اليوم كان اجتماع حتى نضع كل النقاط على الحروف فيما يخص البدء بعملية إعادة تأهيل وتطوير الملاعب. أنتم مثل ما تعرفون أنه سامعين في السابق أنه إعادة التأهيل والتطوير راح تتم في 6 مفاصل رئيسية بالملاعب، هي أرضيات الملاعب، موضوع اللايتنج، موضوع السيكوريتي سيستم، موضوع التيكت سيستم، بالإضافة إلى موضوع الساوند سيستم والشاشات الإعلانية بالملاعب، بالإضافة إلى الأمور البسيطة من ملاجع إلى أماكن خدمية يعني تخص المرافق الصحية والآخري وكل ما يتعلق بالأمور داخل الملعب. لذلك اليوم تكلمت ويا أخواني، وضحنا الصورة. طبعا أيضا بعد ما تخصصت الملاعب أيضا أنه الوزارة سلمت الملاعب إلى الأندية، أنا طلبت من أخي السيد وزير الشباب والرياضة في لقاء جمعني به قبل 10 أيام، طلبت منه أنه يعني يسمح لهم بموضوع 45 يوم أنه يبقون يستمرون نفس الكوادر تعمل في الملاعب لحين اختيار كوادر بديلة، وأيضا تأهيلها بالشكل اللي يخليها أنه تقدر تقوم بواجباتها في عمل التأهيل والصيانة لهذه الملاعب كخطوة أولى. تعرفون أنه الآن إحنا ما ممكن نبدل الأرضيات مال الملاعب، لأن أكثر الأرضيات مال الملاعب تحتاج إلى تبديل، وقد البعض منها يحتاج إلى تبديل كامل،
موضوع اللايتنج ايضا ممكن العمل عليه، ولكن بعد ما نطلب اللايتنج من الشركات العالميه، ايضا موضوع السكيورتي سيستم، موضوع التيكت سيستم، بني ممكن العمل بها ايش وقت ما توصل ذاك الوقت يبدا العمل بها. لكن النقطه الوحيده اللي ما نقدر الان العمل بها هي فقط موضوع ارضيه الملاعب. ارضيه الملاعب راح تبقى تستمر يعني ضمن الصيانه المحدده لها الى فتره الى حد نهايه الموسم، او قد يتم اختيار يعني احد الملاعب للبدء به خلال فتره الموسم هذا ليكون هو نموذج لبقيه الملاعب ان شاء الله. فكان الكلام واضح وصريح وشفاف بيني وبين اخواني يعني رؤساء الانديه وممثلين الانديه. طبعا غابوا عن الحضور اليوم يعني بعض الانديه، ما كنت اتمنى انه المفروض كان الكل يحضر، لان هذا الاجتماع هو في غايه الاهميه، وهذا الاجتماع هو ليس لي اتحاد كرة القدم، ولا هذا الاجتماع هو ملزم للجميع، وعلى الجميع ان يحترم هذه الاجتماعات، لان هذه الاجتماعات هي بالتاكيد انه فيها قرارات من مجلس الوزراء، ويجب ان نتعامل مع القرارات بكل موضوعية وبكل يعني احترافية كما نسعى لتحقيقها خلال المرحلة القادمة. لذلك موضوع أكرر أنه موضوع اجتماع اليوم كانت موضوع مهم. ناقشنا أيضا بعض الأمور الأخرى فيما يخص الفئات العمرية، وفيما يخص تطوير المنشآت الرياضية الأخرى، العمل بموضوع مشروع الحلم للفئات العمرية. فلذلك تناولنا مجموعة من القضايا خلال استثمرناها مع الأخوة الموجودين من حاضرين. أيمن حسين خضع إلى فحوصات طبية في قطر بعد ما رجع، يعني بعد ما التحق بنادية، وخضع إلى فحوصات طبية من قبل سبيتار وأيضا مستشفى حمد، وأعطوه يعني الإذن ببدء بتدريبات اللياقة البدنية مع مدرب اللياقة البدنية في النادي لمدة أسبوع، وبعدها يدخل مع الفريق. وهو عندما أجانا هو كان داخل مع الفريق، كانت هناك عنده إجازة، إجا ضمن هاي الإجازة إجا واستمر أيضا في تدريباته، أكمل تدريباته مع المدربين المنتخب الوطني وأيضا مع نادي الطلبة. لكن هو عنده موعد محدد مسبقا يوم 7 بالشهر في قطر أنه لنأخذ أشعة له، وبالتالي هو اليوم التحق في قطر، اليوم يروح إلى قطر حتى باكر يأخذ يسوي الأشعة. بس إحنا أخذنا له أشعة البارحة، إحنا سوينا له كل الفحوصات الطبية، إن شاء الله الأمور طيبة تصير بالشكل الطبيعي. أيمن يعني حتى وين يبدأ بالتأكيد أنه ما راح يقدر يبدأ المباراة، يلعب 90 دقيقة كما يعلم الجميع، بس ممكن مشاركة أيمن خلال يعني حسب ما يرتدي المدرب ويشوف وقت الحاجة له، يعني ممكن نص ساعة أو أكثر، هذا يحدد المدرب ويحدد أيضا وضع الطبي. بالنسبة لنا البارحة التقارير كانت تشير أنه إيجابية وأنه الأمور طبيعية، يعني ماكو أي شيء خاطر. لا ما بيان، وصلنا كتاب قبل أيام، بعدها صار اتصال بيني وبين أيضا الأخوة في قطر، وأعتقد الأمور طيبة يعني تسير بشكل طبيعي. باشر قلت لكم أيمن عنده فحص طبي آخر، بالعكس إحنا حريصين إخواني تعرفون إنه إحنا حريصين على أيمن يعني أكثر من حرص حتى نادية عليا. أيمن ثروة وطنية، أيمن يلعب في نادي محترف بعقد رسمي، ولكن هو عقده الأصلي مع كل شعب العراق، فلذلك منتخب الوطني بالنسبة له هو حياته. وبالتالي أنه إحنا أيضا حريصين على أيمن، وما ممكن أنه إحنا يعني لو نشعر في لحظة أنه أيمن غير قادر أو أكو أي شيء يعني يشكل أي ضرر إلى، بالتأكيد إحنا ما راح نسمح لأيمن بالمشاركة. أولا فيما يخص الإصابات، بالتأكيد أنه إحنا ما كنا نتمنى أنه تصير عندنا إصابات، يمكن البارحة صارت إصابات لوسام الرشيد وأيضا لحسن رائد. نتمنى أنه يكون اليوم يعني يمشي بسلاسة في مباراة اليوم، أنه ما يتعرض أي لاعب للإصابة، بالتأكيد لأن إحنا بحاجة لكل اللاعبين. لكن أنا واثق من أنه كل اللاعبين هم جاهزين ان شاء الله للمنتخب الوطني، وان شاء الله البدلاء بيهم البركه. ويمكن احنا تعودنا خلال السنتين الاخيره
انه هي كاساس، ماكو اساسي واحتياطي، الكل يمكن تشوفون تغييرات كثيره، وبالتالي الكل مهيئ للدخول في صفوف المنتخب الوطني. فان شاء الله نتمنى من الله ان يوفقنا في مباراه فلسطين اللي هي انا اعتبرها مباراه في غايه الصعوبه. احنا بامس الحاجه للحصول على 3 نقاط في هذه المباراه. بالتاكيد خصمنا خصم ليس بالسهل، خصم عنيد، لكن ان شاء الله نسال الله ان يوفق لاعبينا ويكونون في يومهم وان يسعدون جماهيرهم. بالنسبه الى منتظر الماجد، انا حسب المعلومات اللي عندي انه اللاعب استدعي، هو قال انه يشعر ب يعني بالام على اساس بسيطه في الجسم، وبالتالي ولكن انا اعرف انه ما صار التواصل وياه بشكل مباشر، وانه البارحه هو خايف مباراه كامله، دخل اساسي. فاعتقد انه اللاعب حقيقه ما عندي معلومات البارحه لان ما تابعت الامور بشكل تفصيلي، لكن يعني ما اعتقد اللاعب كانت عنده يعني رغبه بالمشاركه في هذه المباراه. شنو السبب؟ انا ما اعرف والله، لان حتى لو كان يقول هو انا مصاب بسيط، عندي اشعر باصابه بسيطه، بما انه هو اشترك في مباراه امس كان يفترض انه يبلغ الجهاز الاداري بالمنتخب الوطني ويرتبوا له كل اموره، اساسا هو كانت مرتبه الامور وكذا، لكن رغم هاي قرار متروك، قرار يعني هو متروك له اذا هو اشترك ولا ما اشترك. اثنين انه ليعلم الجميع اي لاعب يتمنى انه يلبس فانيلة العراق ويحط علم العراق على صدره، واحنا راح نكون سعيدين بان كل لاعبين الموجودين في الداخل والخارج انه تكون عندهم هم الرغبه الصادقه في ارتداء فانيلة المنتخب الوطني. اما من لا يريد المشاركه او لسبب ظرف، احنا الان انا دا اتكلم بشكل عمومي ليس منتظر، اللي يريد يشترك ويانا بمنتخب بلده بيمثل منتخب بلده فاحنا حاطين بعيوننا، وان كان لا فايضا راح نحترم قراره، وبالتالي انا اعتقد الامور طبيعيه بنخليها تاخذ اكبر من حجمها الطبيعي. المنتخب بمجموعه من المواهب ان شاء الله نتمنى لهم الموفقيه، نسال الله ان يوفقون في مباراتهم امام فلسطين يوم الخميس باذن الله تعالى. كابتن، اليوم كان عندك اجتماع مهم مع الكابتن عماد محمد، شو اللي دار خلال الاجتماع؟ هذا الاجتماع طبعا اول شيء انا مو بس اجتماع بقدر ما انه حبيت اهني عماد محمد ولاعبي منتخب الشباب من خلال لقائي به حقيقه. انا كنت متابع هذه المباريات، كنت اشوفها، يمكن المباراه الاخيره الوحيده اللي انا ما شفتها لان كنت بالطياره. لا حتى المباراه الاخيره حتى ويا صفاره الحكم انا بالطياره، انا كنت في الطياره ولكن متابع كل الامور. فحقيقه حبيت بس انه اهني العماد على اللي قدموه منتخب الشباب، يعني اهني واهني اللاعبين على ما قدموه، وانه احنا هذا الفريق دا يعاد بطريقه بدا يمشي يصير بالشكل الصحيح. وايضا بحثت وياه انه موضوع استعداداته للنهايات، خاصه انه النهايات راح تكون قويه جدا هذا العام القادم. فتكلمنا بمجمل الامور، وبالعكس يعني انا اعتقد انت تعرف العلاقه بيني وبين مدربين المنتخبات الوطنيه هي علاقه يعني علاقه اب لابناء او اخ كبير لاخوانه الاصغر منا سنا، بعيده عن موضوع المسؤوليه وحجم المسؤوليه، لانه انا رئيس اتحاد وهم مدربين، لان اساسا انا كنت مدرب لهم وانا احبهم، وبالعكس انا اسعد بنجاحهم، انا اشعر هو نجاحهم هو فخر لي وفخر لكل العراقيين، وهو هذا هدفنا الرئيسي انه، وبالتالي انا سعيد بمنتخب الشباب. ايضا كنا انا متواصلين كل بارحة بعد اجتماع انه خلصت رحت تفرجت على لاعبي منتخب الناشئين اللي دا يستعدون ان شاء الله للتصفيات، والتصفيات مالتهم مهمه جدا وقويه جدا، واتمنى قد اكون يعني انا ايضا من الداعمين اللي هم مساندين. ايضا هذا الفريق يمتلك مجموعه يعني متميزه من الاولاد الشباب الحلوين اللي عندهم مستوى، يحتاجون الى ثقه، يحتاجون الى مباريات اكثر، يحتاجون الى دعم. الازمه خلينا نتركها، خلينا نتكلم عن نادي الزوراء وتحضيراته لهذا الموسم. لا يخفى على احد انه كل اداره تسعى الى ان يفوز فريقها ببطوله الدوري والكاس والسوبر وكل البطولات حتى وان كانت اسيويه. وهذا طموحنا احنا، يعني خاصة بعد ابتعاد الفريق عن منصات التتويج لتقريبا 5 سنوات، الآن طموحنا وطموح جماهيرنا أن يعود الزوراء إلى سابق عهده والحصول على إحدى بطولات
التي ينظمها الاتحاد العراقي لكرة القدم. أكيد يعني أكيد اللاعب والكادر الفني والإدارة يعني مشاعر هذه تتأثر، فأكيد يعني ما قامت به اللجنة الأولمبية من إجراء غير قانوني هو أكيد انعكس سلبا على أداء الفريق، بدلالة أنه إحنا المرحلة الثانية تقريبا 15 مباراة فوز متتالي، وآخر مباراة 4 مباريات تعرضنا إلى ثلاث خسارات، فهذا يؤكد على أنه الحالة النفسية للاعبي نادي الزوراء تأثروا بالقرار الجائر الذي اتخذ. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أكيد، وإحنا في كل موسم نضع في سياستنا كإدارة أنه فريقنا يجب أن ينافس على المراكز المتقدمة، والحمد لله إحنا لم نتعد عن المراكز المتقدمة، قد يكون لم نفز بالمركز الأول أو الثاني لكنه دائما على مستوى المركز الثالث، وبطولات الدوري السابقة أكثر فريق فاز في بطولة الدوري العراقي الزوراء. شوف القانون انطانا هاي الشرعية، يعني احنا مو كيفية اليوم، انا لو كنت خارج الإدارة ما اقدر احضر بالاتحاد صراحة، ولا اقدر اناقش شيء يخص الزوراء، اي ممكن اناقش فتشي شخصي ممكن. انا اعتقد القانون هو اللي رسم لنا هذا المسار. القانون انطانا اياه في حالة في قانون اللجنة الأولمبية قال تعترض لدى مركز التسوية على قرارات اللجنة الأولمبية خلال 21 يوم، وتعترض أيضا على قرارات مركز التسوية خلال 21 يوم عند محكمة كاس. فعندنا قانون، إذا احنا نحترم القانون وكلتنا نحترمه ممكن أن يسير البلد باتجاه صحيح، أما إذا هي كيفية وكل واحد ممكن أن يبرز عضلاته ما أعتقد راح نوصل إلى 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 أحرجتم إلى صحيح. أحرجتم اتحاد الكرة لحضوركم؟ ليش؟ ممكن سبب تحرج، وإذا هو من ينحرج من عندنا وما يقدر يدافع عن يعني عن أعضاء الهيئة العامة الحقيقيين مالته، فخلي يستقيلون أحسن لهم، والله خلي يستقيلون. اذا نسبب الاحراج احنا، وانا ما شفت اي واحد من الاخوان اللي قعدنا معاهم من رئيس الاتحاد الى اصغر عضو بالاتحاد محرج من هذه القضيه، بالعكس ده يتعامل وفق القانون وفق الاصول. القانون للاصول هي اللي تمشيك على تنجيك، اما غيرهن ممكن ان يمشنك شويه بس يوقعنك بالاخير. السؤال الاول، يوم امس جماهير الزوراء يعني ظهرت بوسائل الإعلام تعرضت إلى اعتداء من قبل بعض الجماهير، أكو أحداث صارت يعني شنو تعليقك؟ شوف الجمهور يعني قصدك بالذهاب إلى أنا أشوف عدم الضبط اللي يصير في مناطقنا في كردستان ضد جمهور سواء كان الزوراء أو ضد الجماهير الأخرى، وخصوصا الأندية الجماهيرية اللي هم إحنا جمهورنا أول جمهور تعرفون بنتي، مع أن جمهورنا جمهور ناس محترمين ومنضبطين، بس أنا أعتقد الإساءة ما تجي من عندهم، الإساءة تجي من الآخرين، وهذا مو صحيح. على أيضا الآخرين أن يحترمون الضيف اللي جايهم. إحنا رحنا في افتتاحنا، وأنا ما أريد أول مرة راح أشيها، في افتتاحنا إلى مباراتنا الأولى في دهوك تعامل ما كان ذاك التعامل الصحيح، وممكن أن يصار بيناتنا شد إحنا والإخوان اللي موجودين هناك، وهذا مو صحيح. إحنا من ديجون الإخوان من كردستان إلى بغداد دنعاملهم بكل أريحية، ودنقول لهم أنتوا الضيوف، وإحنا بالعكس أنتوا أهل الدار مو الضيوف، إحنا دنتعامل هناك ضيف، والضيف عليه أن يتعاملون بيه بأكبر بعد من هاي المستوى. حتى الجمهور هو ترى ضيف اللي دي يروح هناك، يعني مو مجرد جمهور، اعتبره أنت ضيفك هناك وهو دي يروح البلد، أما ترى ما دي يروح البلد ثاني. ندعو الإخوان أنه أولا يتعاملون مع كل الجمهور اللي دي يروح هناك تعامل أخف شوية، لأن كل اللي رايحين دولة محبين ترى مو مكرهين. أكو شد بالمباراة يصير، أكو عصبية نعم، بس هذا ما يدعوك إلى أنه أنت تقدر تتجاوز على الآخرين أو تحاول أن تفرض إرادة ثانية عليهم، هذا اللي يدعوهم إلى. تشعر أنه أكو بعض اللاعبين مظلومين في الزوراء بعدم تعاون المنتخب الوطني؟ يعني هاي اولا هاي مستوى فني، والمستوى الفني اذا تدخل به معناها انت خربت كل شيء، انت تحشي بالاداره احسن لك، يعني خصوصا اني الرجال لا لاعب طوبه ولا ضارب طوبه، خلي احشك اياها، انا اشتغل اداري. اعتقد الاخوان اللي يعني اللي هتفوا، انت تقصد قوقية، انا ايضا من داعين انه يكون هو بالمنتخب، هسه كمشاهد كمشجع
كمتابع، وايضا صار لنا فتره بالزوراء فقمنا نعرف ايضا اللاعبين، اشوفه ايضا لاعب ممكن ان يخدم المنتخب في اي فتره. يعني ابد ما ياثر عليه، هي هاي يعني هاي خلجات جمهور داخليه ترى، بس احنا ما ندعوهم لهاي الحاله، خلينا ندعوهم الى حاله ثانيه ممكن ان نشجع اللاعب ان يؤدي اكثر بعد في سبيل ان يفرض على المدرب انه يجب ان تسحب هذا اللاعب. اكو عندنا اكثر من 3 لاعبين بالزوراء ممكن ان يكونوا اساسيين بالمنتخب، طبعا هاي وجهه نظر شخصيه، اما وجهه نظر المدرب فنحترمها ومحترمه جدا وتبقى هي الاولى في العمليه. قانون الرياضه الموحد هسه هو او مشروع قانون، يعني هو جاينا من مجلس الوزراء وراح يعني هسه حاليا موجود بمجلس شورى الدوله، بس قانون الرياضه الموحد قانون الانديه هذا قانون احنا يعني هذا مشرع بالمقترح قانون اللجنه، لذلك احنا اليوم يعني كان موجود في جدول اعمال لكن تعرف صار بعض الملاحظات اجلناه للجلسه القادمه ان شاء الله. تعرف انا شكلت لجنه خبراء من اكاديميين مختصين رياضيين حتى قانونيين حتى يخرج، طبعا ماكو قانون يخلو من الاخطاء او يخلو من علامات الاستفهام، لكن نخرج باقل علامات الاستفهام حتى يروح للتصويت. احنا عادينا ليكون والله هو جديد انصاف لشريحه الرياضيين، طبعا بهوايه تفاصيل، طبعا هم الاخوه الرياضيين يقرون قراءتين، قراءه يقولون ايجابي وقراءه فيه جنبات يعني يعتبرونها سلبيه، لكن هو بالاحرى قانون يقلل ان شاء الله يقلل الكثير من مشاكل الاخوه الرياضيين. كرئيس لجنه شو شفت الرياضه؟ والله الرياضه مجال رائع، مجال جدا جميل، صراحه انا بعدتني عن هوايه زوايا، هسه اريد ادخل لك بالصميم، يعني بعدتني عن زوايا السياسه ونقدر نقول عن جو السياسه ودخلتني في جو جميل، جو حيوي، جو انت تحب يعني تشوف انت يعني منتهى العطاء لبلدك، تمثل بلدك دائما في المحافل الدوليه في المحافل الاقليميه. الرياضه مشابهه جو السياسه؟ لا 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 مختلف تماما، هذا مو حديث. اليوم الرياضه عادة ما يجمع عليها جميع العراقيين، ولا اكو فرحة تجمع جميع العراقيين، هي الرياضة. اليوم المنتخب الوطني ما يختلف عليه اثنين هو صانع الافراح للشعب العراقي، واضح لولا؟ جميع الرياضيات، اليوم الرياضات عفوا، احنا اليوم مشاركة البار الاولمبية في اولمبياد باريس، وشفت الانجازات وحصلوا على 7 أوسمة بين البرونزية والفضية والذهبية، وهذا شفته يعني اليوم الكل فرح الجراح والكل فرح النجلة، هؤلاء الرياضيين اللي رفعوا اسم العراق يعني بالمحافل الدولية. لا مختلف جو الرياضة عن السياسة، إن شاء الله سينصفهم هذا القانون، إن شاء الله سينصفهم، وإحنا ماضين إن شاء الله ماضين بإقراره بإذن الله، أو عليه تعديل رهيب. الحمد لله وشكر، مبروك الفوز، حصلنا فرص مو فقط ضربة جزاء، تعرف صار خطا بالشوط الاول وكلفنا هدف، وفريق صارت روحيته اكثر الفريق المنافس انه يدافع بخمس لاعبين او، واحنا مو مبررات، لكن تعرف خضنا مباراه جيده في دوري ابطال اسيا، واحنا في يومين يمكن بالمطارات، وحتى ما اخذنا وحده تدريبيه استشفاء، يعني ممكن الصبح بالفندق بالبصره انه سوينا تدريب في الفندق وشفت الارهاق مبين على اللاعبين، لكن الاهم دورينا هو تحصل 3 نقاط، وعندنا ايام راحه الفيفا داي ان شاء الله نستشفي بيها، ووحدات تدريبيه راح تكون مكثفه، نطور من النقاط الايجابيه ونصلح من نقاطنا السلبيه. مبروك جمهورنا اللي حضر، مبروك جمهور القوى الجويه اللي لازال الفريق حتى لو خلف التلفاز، وان شاء الله القادم افضل. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بعد الجهد بالمباراه مع التعاون السعودي والظرف اللي صار عندنا يعني بالرحلات، كنسلت الرحلات طيران يعني يمكن يوم كام، تعرف يعني الحاله يرثى لها، يعني مثل ما تعرف انت يعني احتسب عليك ركله جزاء وبقت يعني بعتبره قاتل بالنسبه لي. الحمد لله والشكر، احنا نقول هارد لك لفريقنا، علينا نصحح الاخطاء، جانا توقف، علينا نصحح المسار، علينا ننهض بالفريق، المستويات تليق باسمنا كلاعبين باسم الكادر التدريبي ان شاء الله. Definitely. Like I said, when I came to this country, it's Iraq has a, have a huge potential. You can see it in their technique.
you can see it in their fitness level. So I think that they have to understand that football is a job. The day they understand it, we will develop. You see the national team, they develop always. So in the league, hopefully, if we can inspire someone, I will be grateful for that. صح تماما انه كرة القدم هي مثلا مهنة لازم الواحد يتعلم ويتطورها خطوة بخطوة حتى يخطأ مثلا يكون مثل مستوى الاوروبيين يكون مثلهم. Yeah, like I said in the press conference that the first half we saw that okay we have some spaces that we saw when we analyzed the team. So we have to be patient. Lost 45 minutes in against Erbil the game and lost 45 minutes against Zawra was good. So you have to keep doing that and the ability to bounce us back is state of mind. And today my player was brave to do it again. And today we take our 3 points and hopefully we can keep doing that. مثل ما قال بداية شوط المباراة الأول نحن حللنا شفنا فراغات أكو بالفريق استغليناها مثل فراغات ويا فريق أربيل وفريق زوراء بالشوط الأول فهنا الشوط الثاني اشتغلنا عليها أكثر وحافظنا على خطوطنا وفزنا بثلاث نقاط. طبعا أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم صراحة الحمد لله اليوم نتيجة المباراة كلش منتظريها خاصة بعد المباراتين النتيجة سلبية صارت لنا بصراحة يعني شخصية فريقنا يمكن اللي متابع من ذاك الموسم بالاوقات الصعبة يكون معدن ظاهر الحمد لله والشكر ايش قد كانت هاي الظروف صعبة مال المباراتين كلش يعني كانت علينا صعبة على الإدارة كلاعبين فريقنا ما يخسر بملعب خسرنا مباراتين متتاليتين بس الشيء الحلو شخصية الفريق وقت نفس ما هي اللي متابع الدوري واللي يعرف كرة القدم يعرف فريقنا جاي يسوي بهاي اللعبات المباراة كلها دائما مسيطرين عليه سبحان الله بس بكرات ثابتة جاء علينا جولين باللعبات اللي راحت بس بقينا بشخصيتنا بقينا بمستوانا بقينا من ضمن الأشياء اللي يريد منا المدرب ما شاء الله المدرب على مستوى عالي يعني بقينا ذا هيك الأمور نحو الأعلى خطوة خطوة أمورنا تكون بأحسن حال يا ربي أنه نحصل من المباراة اللي نستحقها اللي نحن سبحان الله ثلاث مباريات نستحق الفوز تروح من المباراة الحمد لله اليوم الله كرمنا بالنتيجة وهي أحلى شيء إنه خارج ملعبنا صارت شوية فرحة وعلى توقف فالحمد لله والشكر إن شاء الله جاي أفضل وأكيد توفيق من رب العالمين. تصور مباراة سيئة خسارة مؤلمة على ملعبنا تصور يمكن فريق سنتين ما خسر ملعبه هاي المباراة الأولى بدايات أكيد صعبة بس هذا الشيء ما بيعني إنه نكون واقعيين نتعامل مع المباريات بواقعية. أنا للأسف في شايف إنه في البعض شايف روحه أكبر من فريق النجف. بدعو الجميع إنه يراجع روحه، عندنا فترة توقف بتمنى نستغلها بالشكل الأمثل، نعيد ترتيب أوراقنا، هذا شيء ضروري جدا. ما صار شيء الدوري بعده ببدايته، بس نحن بحاجة وقفة كبيرة لإعادة تقييم الأمور وترتيب الأوراق بالفريق بإذن الله. بالعكس اي ظلم تحكم ماكو اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم مبروك لنادي دهوك هارلك للنجف شوف علينا احنا كلاعبين نعرف انه فريق النجف فريق جماهيري يعني يعتبر من الفرق الكبار علينا ان نحترم هذا الكيان يعني احنا لو تشوف انه بالوحدات التدريبيه الفريق يعني لو يقدم 30% من الوحدات التدريبيه بالمباراه ما يظهر بهذا المستوى فما نعرف انه احنا يعني اغلب اللاعبين بما بهم متحدث انه ذهنيا احنا ما ندخل بالمباريات بشكل صحيح يعني اغلب المباريات انه ادانا سيء جدا فاعتقد انه هاي الخساره احنا نستحقها وعلينا الكل مدربين لاعبين اداره الكل يراجع حساباته وعندنا فتره توقف وتعرف التدور بدايته وان شاء الله نعيد وضعنا ونرجع لمركزنا الطبيعي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يعني تعرف ان المباراه صعبه جدا، فريق نفط ميسان المباراه السابقه محصل 6 نقاط، هاي كانت حسابات يعني في بالنا وفي بال اللاعبين. احنا يعني المباراه الثالثه نلعب خارج ملعبنا مع النجف في النجف مع القرمه في الرمادي واليوم المباراه الثالثه مع نفط ميسان في ملعب نفط ميسان. اللاعبين اعتقد دخلوا المباراه بتركيز عالي، كان الشوط الاول متكافئ. للفريقين يمكن فرص مسرحت فرص قليله جدا للفريقين، حاولنا نغير اسلوبنا بالشوط الثاني ونجحنا ببدايه الشوط الثاني، لكن اعتقد بالدقائق الاولى بالشوط الثاني تفاجئنا بالطرد، لعبنا 45 دقيقه تقريبا نقص لاعب، لكن اعتقد تركيز اللاعبين كان عالي جدا، انت 45 دقيقه نقص لاعب لم يخلق نفط ميسان فرصه واحده علينا. نفط ميسان فريق جيد وعندهم كادر جيد، اجينا احنا يعني
قدر المسؤول يعني كنا نفوز، بس صار طرد يعني غير مجرى المباراة. الحمد لله نقطة يعني من نقطة ميسان نقطة جيدة يعني. أشكر اللاعبين، أشكر الكادر التدريبي. الحمد لله والشكر، نقطة أفضل من لا شيء. تعرف المباراة صعبة، إحنا ثلاث مباريات خارج أرضنا، الحمد لله والشكر حصلنا خمس نقاط نعتبرها جيدة. إحنا لولا الطرد كنا أفضل بالمباراة وكنا نستحق الفوز، كنا نقدر نفوز لولا الطرد، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله اقول قادم افضل، وان شاء الله التعويض قادم مباريات. رغم اكو طرد بس انا اقول هاي مو مباراه دوري عراقي. اولا كثرت بها الفاولات، قرارات غير صحيحه من الحكم مباراه، كثرت سقوط اللاعبين. هاي مو مباراه كره القدم، انت اليوم اللي انت تريد تلعب الى دوري محترفين لازم على مستوى عالي، رتم عالي، استمراريه باللعب. لكن المباراه اليوم انا شفت تكتل دفاعي، ما داعي للفاولات هاي اللي يصنعونها لاعبين النفط. فهي هذا حال كرة القدم، أدينا مباراة رغم الفريق اللي خسر نقص عددي، لكن القادم أفضل إن شاء الله. النفط بين ساديا ما أدى لا لا ما أدى، إحنا نتحمل ككادر تدريبي، إحنا نتحمل هاي مسؤولية مباراة اليوم. مثل ما تعرف فريق النفط يدافع منطقة، وإحنا قدمنا العلينا، إحنا خلقنا يعني فرص قليلة وظلوا يأخرون بالكرة، والحكام هم يعني ما ساعدونا. بس انا قلت لك نتمنى من الجمهور ما نكون ما يسب على المدربين وعلى اللاعبين، يكون يعازرون الفريق من اول دقيقه لدقيقه 95. نتمنى من الجمهور، احنا نمثل محافظه ولازم الجمهور يعازر الفريق. سيدنا اليوم شفنا الاداء نفط ميسان، يعني مو داخل نفط ميسان اللي شفناه بالمباراه. والله مثل ما تعرف كل لعبه ولها ظروفها، كل لعبه ولها ظروفها، وان شاء الله نصحح من اخطائنا، وعندنا معسكر تدريبي في بغداد وان شاء الله نصحح ونمشي بالمسار الصحيح. الحمد لله وشكر، مبروك للجماهير، مبروك للكادر الاداري، كادر تدريبي وجميع اللاعبين اللي قدموا ما عليهم بالمباراه. كنا متسيدين المباراه طوال الشوطين، لم يحالفنا الحظ بعض الفرص. الحمد لله وشكر قدرنا نسجل بالدقائق الاخيره ونحسم ثلاث نقاط مهمه الحمد لله. انت تعرف تلعب بطولتين، تلعب ابطال اسيا، النخبه الاسيويه على مستوى عالي كل ثلاث ايام، وانه بترجع تلعب تعرف جهدي يصير مضاعف على الفريق، لكن استشفينا جيدا للمباراه وقدمنا العلينا وطلعنا بثلاث نقاط. سوبر هاتريك قادم ان شاء الله. سوبر هاتريك. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك لفريقنا، هارد لك للطلبه. الحمد لله والشكر، انت اليوم تبحث على ثلاث نقاط، صح يعني الاداء كان مو جيد، عندنا توقف نصحح الاخطاء ان شاء الله نمشي بعيد بالدوري. اول شيء الحمد لله، ثاني شيء مبروك للشرطه، خساره موجعه يعني في الدقائق الاخيره، تعب مباراه كامله. نصلحوا من انفسنا، ما عدنا ولا خيار، ان شاء الله فتره التوقف هذه تفيدنا، نشتغلوا زين، نكونوا زين ان شاء الله باذن الله. بعد فتره التوقف يكون يعني الفريق اكتمل وصار الانسجام زين وما عادش عدنا ولا عذر، ان شاء الله تشوف وجه اخر ان شاء الله بعد التوقف باذن الله. صح يعني دائما في كل هجمه وفي كل كره تنقصنا الهجمه الاخيره، هذا توفيق من عند رب العالمين، نبنوا على الشيء هذا نتصلحوا منه وان شاء الله جاي خير باذن الله. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، هي ضيعنا فرصه هواي، هاي تالي النتائج، هي لا عندنا مهاجم صريح، والله نطلع الشوط الاول 2-0 بس ما عندنا مهاجم صريح الحمد لله. خساره شو تسوي يا كره القدم، يعني لعبه اخطاء وخطا يتحمله المدرب، ترجيلات يعني ما توفق بها، والحارس اخر دقيقه يعني ما تقدر تعوض التبعات كابتن، شو تسوي يعني هاي عدينا العده بس مع الاسف يعني هو كان بحسابات النقطه، حتى احنا النقطه اصلا كجمهور ما راضين بها، احنا اصلا احنا افضل من الشرطه يعني، ما اعرف شنو التحفظ شنو الخوف، ما اعرف كانه ما يلعب امام فريق اوروبي يعني، ما احتراماتي للشرطه يعني، احنا جارينا الشرطه الشوط الاول الشوط الثاني، بس هذا بعد يعني هاي كره القدم اخطاء تجي من 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 جزيئات بسيطه تصير هدف. والله حرامات، هجمه واحده يقولون منها، ادري ذن اداره الطلبة هذول محترفين مين جايبينهم؟ راح مالي حسين يعني واحد وزنه 150 كيلو ما يقدر يركض، وين لقيتهم؟ وثاني شيء احنا تذاكر يعني نشوف الملعب فارق اليوم، تذكره 10,000، ليش؟ كل ملاعب تاخذ 3,000، هسه الشمال اليوم الزوراء اصدقائي قالوا والله 3,000 دخلنا الملعب، ليش احنا هنا ب 10,000؟ 10,000 الخساره سبب المدرب، من طلع النص انتهى النص مالنا، جايب له لاعب بربع دينار ما جيبه، 17 هذا ال 17 ما جيبه، طلع لواعب جيدين طلع، وجابوا ناس تعبانين.
مهرب بارش القاسم مو مدرب والله مو مدرب والله كافيين الطلبه لو جو ميسي ما يرجعون لمستواهم والله الله ما راضى عليهم لا راضى على المدرب لا راضى على اللاعب على الجماهير كلها ما راضى عليهم ما يتوافقون الطلبه واخذها من يمين لو بعد 100 سنه ياخذون دوري كانت عندنا رساله سعوف المباراه وزاره شباب الرياضه والاتحاد احنا عمال نشتغل يوم 12000 نجي هنا ندب 10000 شنو ملعب نظيف ما مدرجات وسخه فالطالب عمه تزيد صار 50 سنه تعب هذا المدرب المحلي شفت ايش سوى شفت ايش سوى المدرب المحلي هو هذا خلي يرتاح باسم خاسر الله بالخير اللعب اليوم ويانا اليوم مو طلبه دول كلهم لاعبين الجوية همام او سعد اللي يحب الازرق انا اقول لك فد واحد كلا عمر انا اقول لك لاعب الف الف مبروك جماهير القيثاره هذا الفوز الثمين واليوم لعبنا مو قدام الطلبه لعبنا قدام تشيلسي جاي يلعب قدامنا 9 مدافعين باسم قاسم ومن يطلع واحد يحكي عليه يقول اللعب ممل مال المدرب المحلي كلها تظل تحكي باسم قاسم اليوم لعب قدامنا بتكتل دفاعي ماكو هيش تكتل دفاعي وشكرا اليوم الفريق ما قدم بس احنا باخر دقائق اللي لعبنا من نزل محمد داوود نزل بسام قلب الملعب كله اللعب صار صحيح روابط المحافظات لنادي الشرطه هالايام ما جاي تحضر ان شاء الله من هاي لعبه الطلبه حضرنا رابطه الشرطه ودقينا العلم بالامام الكاظم والدوري ان شاء الله للشرطه ان شاء الله رساله لاحمد صلاح يا احمد صلاح لا تحور بالتشكيله اولا بسم الله الرحمن الرحيم الف مبروك لجمهور نادي اربيل والاداره النادي والكادر التدريبي جميعا على هذا الانجاز هو نقطه بثلاثه نقاط نقطه ثمينه نعتبر احنا فوز ثمين مع فريق نادي الزوراء النادي الزوراء النادي العريق ما يحمله من اسم وتاريخ وجمهور وايضا مدرب على مستوى عالي الكابتن عصام حمد الف مبروك ايضا للزوراء على مستواهم والف مبروك ايضا لاربيل على هذا المستوى اليوم قدموا لاعبين الابطال مستوى على اعلى مستوى بالشوط الثاني تكتيكيا واحنا كنا جاهزين للمباراه ذهنيا ونفسيا والكابتن سمير بابو والجهاز الفني والاداره وفروا جميع سبل النجاح لهذه المباراه وان شاء الله عندنا توقف راح ندخل معسكر على اعلى مستوى ان شاء الله ونعد الفريق المنافسات وان شاء الله راح تشوفون اربيل بالمباراه القادمه باعلى مستوى باذن الله سبحانه وتعالى. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم قدرنا نحصل نقطه في ملعبنا كطعم ثلاث نقاط ونشكر جماهير اربيل ساندونا لحد من الدقيقه الاولى للدقائق الاخيره وفي الشوط الاول اخطاء فرديه انه سجلوا على نادي الزوران نادي كبير ونادي جماهيري. في الشوط الثاني كابتن سمير غير التكتيك المباراه وقدرنا نحصل نقطه في ملعبنا كطعم ثلاث نقاط. وان شاء الله نعوضها في التوقف وان شاء الله نوقف في صداره. قلت لك يعني صارت النفايات بعد المباراه انتهت نظفنا الملعب نظفنا الملعب كل شيء والمباراه نهائيا ما بيها شيء، ليش من انتهت المباراه ينظر بجمهوري خابرت الاخ المحترم استاذ كوفن عضو الاتحاد ما جاوب، خابرت رئيس الاتحاد السابق عبد الخالق مسعود كل الاحترام. تواصلت انا وياه وراح اروح عندي ثلاث نفرات مضروبين وواحد من عندهم حالته خطره ترى للعلم حالته خطره. ما صار شيء احنا بقينا نظفنا المدرج والجمهور يطلع يريد يرجع لبغداد. قالوا يروحون للاسكان يتعشون ويطلعون. يعني ليش هذا؟ ما ندري حتى بين الحق والباطل امير المؤمنين سلام الله عليه يقول اربع اصابع. انا هسه لحد الان سمعت بعد ما شايف بس اروح بس انا عندي جمهور انضرب.